24 موهبة شاركت في الصوت تشالنج وأدت باحترافية وإحساس. تقنيات مختلفة، أداء متميز، وتم أصوات فقط اللي تأهلت لمرحلة النصف النهائي. كل فنان اختار الصوت اللي قنعه واللي أدى بإحساس وبتميز باش يشكل معه فريق ويروحوا للنصف النهائي. عرضوني زوز سمايا، واحدة بنار والأخرى شمعة ضوايا. كلمة لي وما قالش معا ما ضوت لي في الظلام. مالي مالي وما السعد ما سق من الأيام. رباني ترابك يسوع يا صدر الولد الحنينة. اي ويلي ويل اي ويلي ويل ما بيشتر بالدليل. اي ويلي ويل ويلي ويل في عشقك شبت الويل. انا اخترت ياسي. زينة زينة نور هودة نور هودة الله من نعيم سعدي محمد سعدي ياسين نور الهدى محمد وزينب راح يتواجهوا في هذه المرحلة الأولى من النصف النهائي. يا درا شكون هو الصوت اللي راح يرفع تحدي صوت تشالنج؟